مساء السعادة، مساء ضيافة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. وحشتوني جدا جدا جدا. كل اللي متابعني على السوشيال ميديا عارف مين ضيف حلقة النهاردة، بس أنا بصراحة مش عارفة أعرفه ازاي للناس اللي متعرفوش. احترت من كتر الصفات والحاجات اللي عنده، بس هقدر أقول لكم كلمة واحدة، خلينا هو يعرفنا بنفسه ويقول لنا هو مين. ماشي، محمود كوشة، منورنا يا محمود. حبيبتي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. الناس اللي على السوشيال ميديا عارفين كويس قوي، غني عن التعريف، مين محمود كوشة التيك توكر، بس ما يعرفوش حاجه عن حياتك ودنيتك وشغلك وكل حاجه. خلينا كمان نعرف الناس اللي ما يعرفكش من الالف للياء عن محمود كوشة. اولا تحب نقول محمود عناني البشمهندس؟ خلينا نعرفك للناس واحده واحده. نبدا بالمهنيه الاول او الدرجه العلميه. تمام، محمود كوشة مهندس كمبيوتر، كمبيوتر ساينس. حابب قوي التمثيل ومجال التمثيل وكده. التجميل طبعا بالنسبه للناس اللي متابعيني وكده كده هتكون عارفه حاجه زي كده يعني. موضوع التمثيل بقى وكده. انت كمان مش بس تمثيل، انت شغال موديلنج. وطبعا موضوع الامان، انت قلتي بقى حياتي المهنيه والتيك توك كمان. طيب محمود، خلينا نبدا كده في الاول. يعني انت ليه ما اشتغلتش في شهادتك او الشهاده العلميه اللي انت واخدها؟ ايه اللي خلاك تقول لا انا كفايه قوي شهاده، انا حابب الدنيا دي، او انا اغير، او لا انت غيرت الحاجتين؟ خلينا نقول محمود كوشة الهير دريسر والباربر، وكمان عندك محمود كوشة تيك توكر وموديل، وكمان انت دخلت في التمثيل، فانت اخترت سكتين. بصي يا ليه، هو انا حابب التمثيل عموما تمام، وحته المحاسبات وكده. يعني انا كنت بايدي ان انا اخش حاجه اعلى خالص من اللي انا كنت فيها، كان مجموعي في الثانويه حتى ممكن كان يخليني ان انا اخش حاجه غير كده خالص، بس انا حبيت قوي ان انا اتجه لموضوع التمثيل والتيك توك والتجميل عموما قبل التمثيل، لان انا عندي مراكز تجميل تمام، وقبل خالص موضوع التمثيل، فانا اتجهت للتجميل فعلا بعد كده التمثيل. بس التمثيل دوت انا حاجه حاببها، فحبيت ان انت تروح للحته دي، حبيت ان اروح لها. تعالى نتكلم شويه عن شخصيه محمود كوشة على التيك توك. انا واحده من الناس، بغض النظر ان انا بتابعك او لا، هتفرج على محمود كوشة لاول مره. كلمني عن الكاركتر الغريبه اللي انت خليت الناس الواد التنك اللي محدش مفيش حد يهمه، ولا لا يعني كلمني عن الكاركتر دي. في الحقيقه انت مش كده، فخلينا نتكلم اشمعنى انت عملت الكاركتر دي. هو بصي، خلينا متفقين ان دي نقطه نجاح كبيره جدا ليا، اكيد ان الناس تشوفني في الشارع ياخدوا حته ان انا مغرور، ان انا دي حاجه يعني، لان ده اللي انا عايزه. بس اشمعنى الصفه دي؟ يعني انت مش شايف الصفه دي وحشه ان الواحد مش يقول صفة. انا عشان تنك عشان لا لا لا, لا. هي الفكره كلها. هو بصي، يعني انا طول عمري بعتبر ان التمثيل ده احساس، ان الواحد بيحسه شويه، فحته ان انا اكون مثلا اوصل لك احساس ان انا مغرور، اوصل لك ان انا تنك، اوصل لك الطريقه ديت، فده نجاح ليا في وجهه نظري انا. ما اعرفش بقى هو حد تاني، بس يعني اللي بيتابعني كويس او بيقابلني في الشارع او بيعرف شخصيتي، ما بيعرف شخصيتي الحقيقيه. تعالى نتكلم عن ناسي اللي اتشهرت بيها. جت صدفه ولا انت كنت قاصد الموضوع؟ لا، هي صدفه وطريقه مني تمام. حبيت قوي ان انا اطلع حاجه او اعمل حاجه في اخر الفيديوز بتوعي، ان انا اخليها تعلق مع الناس شويه. بس فجت معايا ماشي، لقيتها علقت، فحبيت اكبر الموضوع وازوده شويه. تعالى نتكلم عن نقطه مهمه قوي يا محمود، يمكن زمالي في الكنترول بيحضروا صور ليك. تعالى نتكلم عن محمود الجان، استغليت وسامتك ازاي في السوشيال ميديا؟ يعني البنت تقول انا جميله فهطلع. هو يعني انا مش اللي هو رونالدو ديكابري. بس هي الموضوع كله ان انا ممكن اكون يعني في حته اللبس. تقصدي يعني لبس ومهتم بنفسك و دي حاجه يعني بره اعلانات خالص او بره اي حاجه، دي حاجه انا حاببها. وبالدليل عن كده ان انا قبل ما اخش التيك توك خالص كنت بطلب كتير قوي ان ناس لمجرد انها بتشوف صوري على على الانستجرام، على الانستجرام، على السوشيال ميديا عموما يعني، عليهم هم بيطلبوني ان هم يعملوا معايا اعلانات، يعملوا. فالموضوع جه كده يعني. طب إيه انت يعني يمكن اللي شجعك على موضوع ان انت تخش التيك توك شويه، هو يعني نقدر نقول ان انت بقيت تطلب في اعلانات، فعجبك موضوع ان انت تبقى موديلنج؟ لا، هو اللي دخلني التيك توك ان انا عايز اوصل اللي عندي يعني. انا في حاجه عندي. هو بصي، هو التيك توك عموما
خلينا متفقين كلنا ان هو برنامج يعني تافه تافه بالظبط جدا. هو برنامج لبس يعني ما ينفعش مثلا تخش لواحد على التيك توك تقول له انت محتواك ايه. دي حاجه ما ينفعش تقول. وكمان اللي بيعمل محتوى مش قوي قوي يعني ما بيحققش الشهره اللي أنا عايز أقولك انت سهل بتحققها. انا عايز اقول لك ما هو ده بالظبط اللي كنت عايز اتكلم لك فيه، اللي هو حته ان اللي بيعملوا ليبسينج عندهم فورز اكبر بكتير قوي من اللي بيقدم محتوى. بالدليل عن كده ان انا طب محمود خلينا نتكلم عن حاجه كمان. انت عندك صالون تجميل تمام، شغال فيه هير دريسر وباربر شوب. انت محقق الترند بتاع محمود كوشه داخل على 50 مليون، ما استفدتش بالعدد ده ليه في البروجكت بتاعك؟ حبيت افصل شغلي، بس كان هيحقق لك ربح مادي كويس قوي. بس انا ما بصيتش لده خالص يعني، حبيت افصل حياتي العمليه عموما بحته التيك توك بحياتك يعني فانا ما حبيتش خالص ادخل الاثنين في بعض يعني. بقالك قد ايه على التيك توك يا محمود؟ ممكن نقول سنة 11 شهر كده بالظبط يعني. تعال بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا، بص يعني كل الناس بتتكلم فيها، فلوس التيك توك يا محمود. بصي، هو التيك توك ما بيديش فلوس، وأنا لحد دلوقتي ما خدتش فلوس من التيك توك، بس التيك توك بيدي فلوس في اللايفات. بيبعتوا لك نظام هدايا، الهدايا دي بتبقى دولار فبتتحول لفلوس، لكن تيك توك بيدي مثلا إن أنت بتحقق مليون فيو فتاخد مبلغ وكده، لا خالص. طيب انت حققت شهره على التيك توك، شهره كبيره جدا، ليه ما حاولتش ان انت تاخد نفس المحتوى اللي انت بتقدمه على التيك توك، ماشي، اللي هو الهزار والضحك، وتنقله على اليوتيوب؟ يعني ارباح اليوتيوب في اوريدي ارباح. هو بص، لان انا مش حاسب الموضوع فلوس ولا ماده، فانا حابب ان اللي يخش على اليوتيوب عندي يلاقي محتوى بجد. وانا دلوقتي بجهز في استديو ان انا هعمل فيه نظام افلام قصيره وكده، فحابب ان المبدا يكون كده. لكن انا بالتالي انا على فكره لو عايز اعمل الموضوع ده، حتى لو عايز ازود الفولورز بتوعي كتير قوي على اليوتيوب، بايدي اعمل كده. ان انا لو طلعت في لايف ولا حاجه اشتركوا في القناه بتاعتي وكده، بس انا مش حابب ده يعني، حابب افصل برضه. حتى زي ما انا ما فصلت في موضوع ان انا مركز التجميل وكده عن التيك توك، احنا معانا صور كمان بتتعرض للصالون عندك. انت مش بيجهزوها اصحابي في الكنترول يعني، انت مش هنقول ايه، مش محل كوافير وخلاص، لا، انت عندك صالون بتكنيكس عاليه جدا، بتعمل حاجات يعني انا لو بنت ابقى عايزه اروح عندك الصالون علشان يتعمل لي سيشنز هناك او ان انا ادخل عندك الصالون. كلمني شويه عن الصالون، بياخد منك وقت قد ايه في الشغل؟ دنيتك بتبقى ماشيه ازاي فيه؟ يعني بياخد قد ايه في الشغل ازاي؟ يعني بتشتغل طول اليوم ولا عندك عدد ساعات معينه، ولا انت بتنزله كهوايه ومزاج بالنسبه لك؟ ده ممكن اكون انا فعلا هوايه واخده او حابب الموضوع يعني، فلاني انا في ناس شغاله معايا يعني وكده في المركز، فاللي هو انا بنزل الموضوع ايه صحابي كده، لكن حته بقى انا انزل ومقيم طول اليوم في المحل وكده، لا. مين بيظبط محمود كوشه؟ محمود كوشه بتعمل لنفسك؟ انا اللي بعمل لنفسي كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه. قدام المرايه بقى ولا ايه؟ اصل الموضوع بيبقى صعب ان انت تشتغل. انا اللي بحلق نفسي، انا اللي بستشور اي ميك اب عموما بيتعمل في وشي انا اللي بعمله. كلمني شويه محمود عن قول لنا الاول عنوان الصالون عشان اللي حابب يعني، الصور بتتكلم عن نفسها، فخلينا نقول عنوان الصالون. الاسماعيليه انفيشه بجوار المزلقين او الكوبري الازرق. هو زي ما انت بتقول يا بختك يا اسماعيليه، فيكي حتة عسلية، بس خلينا نحط عسلية. هو مش أنا اللي قلت، هو أحد المتابعين. نزود بسبوسة ونزود مهلبية ونزود السكر، بس أنا أستاهل، خلينا متفقين كده. تمام، أكيد. خلينا نتكلم شوية محمود، أنت عندك كذا فرع تمام، بس أنت بتفضل إسماعيلية، ده عشان أنت أصلا من إسماعيلية يعني بلدي بقى وولاد بلدي وكده. بتفكر ان انت تستقر في حته تانية غير اسماعيليه ولا لا؟ هو اسماعيليه اللي هتبقى بالنسبه لك كل المحافظات زياره وان داي وترجع؟ طبعا، لان انا اساسا اسماعيليه ومحافظتي وحاجه بحبها جدا يعني، اكتر حاجه بحبها في حياتي كلها، وعزوتي واهلي وكل حاجه. اكيد كل اهل اسماعيليه بيحبوك. خلينا نتكلم يا محمود عن بمناسبه اهل اسماعيليه وان انت يعني عايش هناك والعشره هناك، هنتكلم عن الصحاب. هو بصي، هو انا صحابي اخواتي لاني انا مقرب منهم قوي، سري معاهم. حاول ان انا انفصل قوي الموضوع ده، حته صحابي مثلا الولاد وكل حاجه طبعا كلهم بالنسبه لي حاجه كبيره ويقفوا معايا وكل حاجه، بس اسراري حبيبها قوي تكون لاخواتي.
عملوا ايه اسرتك لما يعني شافوك كده على التيك توك ومعدي 50 مليون و... وعايز تمثل و... وان انت ركنت الشهادة زي ما بنقول و... دنيتك اختلفت، كانوا بيدعموك ولا كانوا بيقولوا لك ايه؟ اه كان في طبعا دعم مش طبيعي وما وقفوش ضدي في اي حاجه لحد دلوقتي، يعني حتى مثلا ما والدتي ما قالتليش انت ليه سبت الشهاده او الوظيفه أو وكده فاهمه؟ وانا والدتي كبيره شويه في السن، فانت عارفه الناس الكبيره أيوة دي وظيفه بقى ومش عارف استقر معاش وبتاع. محمود احنا معانا مكالمه تليفون، خلينا نستقبلها، خليها تبقى مفاجاه بالنسبه لك. تمام، بس هي بتجهز بس في الكنترول، هي حد حابب يقول لك كلمه كده، فخليني على ما زمايلي يجهزوها في الكنترول. خلينا نتكلم، يعني انت بتدعم ان المفروض صحابنا يبقوا من اهلنا، ان احنا صحاب اهلنا ونقرب منهم، مش زي الجيل دلوقتي يعني كل الناس تقول لك لا انا ما صاحبش ماما، لا انا ما صاحبش بابا، لا ما اقولش سري لاختي، اجري على صاحبتي او صاحبي. والله لا، هو ده لا مش 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 منطق خالص. في ناس بس ساعات بنحتاج نخبي عليهم يا محمود. لا لا بس والله هو مش منطق خالص ان انا صاحب يعني اهل بيتي بس، في ناس بره يعني ممكن يكونوا اوفى كمان. بس انا من صغري حاسس اني انا اخواتي، يعني انا ايه عزوتي، يعني انا حاسس ده قوي. اخويا طبعا ليه فضل عليا كبير قوي بعد ربنا في كل حاجه، حتى انا لو حققها ولو هحققها يعني ممكن يكون ليه فضل عليا في ان انا اقعد قدامك دلوقتي. ربنا يخليهولك يا رب، في الاخر ربنا يخليهولك يا رب ويشوفك دايما في احسن المناصب. خلينا نتكلم شويه عن حلمك اللي انت كنت بتسعي له ودخلت التيك توك عشانه وبتعمل كل حاجه علشانه، هو التمثيل. رحت اخدت ورش؟ هو لا، الشغل كان على نفسي. الشغل كان على نفسي انا. طبعا انت عارفه اليوتيوب ما خلاش حاجه، واللي انا هقدر ان انا اتعلمه في اي مكان فهعرف ان انا اعلمه واوصله لنفسي كويس. بالدليل عن كده ان انا بنفسي انا من غير ما انا ما اعمل فيديوز مع اي حد وصلت للعدد المشاهده دوت على التيك توك. طيب يا محمود، يعني بس برضو الشهادات او الكورسات، احنا المكالمه جهزت معانا فخلينا نسمع المكالمه. تمام. الو الو الو، استاذنك توطي التلفزيون او توطي التلفزيون. ايوه تمام، سامعني كده؟ سامعاك. اهلا وسهلا بحضرتك محمد جمال. اهلا بيك. ازيك يا حوده؟ عامل ايه حوده حبيبي؟ عامل ايه حبيب قلبي؟ ربنا يكرمك حبيبي دايما، انا مبسوط اني شايفك دلوقتي يا ربنا يكرمك يا رب دايما كده، وهتلاقيني دايما قريب بدعمك حبيبي. ربنا يكرمك حبيبي دايما يا رب. حبيبي. قولي يا استاذ محمد، ايه رايك في فيديوهات محمد كوش على التيك توك؟ اكيد انت من الفولورز بتوعه. بني ادم عسليه قوي ومحترم قوي وخلوق وصاحب صاحبه وجدع. حبيبي تسلم لي حبيب قلبي. حد محترم قوي يعني. تعرف شخصيه محمود الحقيقيه ولا انت زي باقي الفانز اللي على السوشيال ميديا، الولد التانيك اللي بيطلع يتكلم و وبيقفل اخر فيديوهاته بماشي واحنا مش عارفين شخصيته؟ لا 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 لا، هو بني ادم جدا، بني ادم محبوب، محبوب في منطقته قوي، حبيبي خدوم و صاحب صاحبه. انا هو 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 بني ادم كويس قوي، يعني اللي قريب منه كمان يكون عارفه اكتر غير ما يكون هو ظاهر قدام الناس. لا هو حد كويس قوي، حد محترم. حبيبي تسلم لي. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على مداخلتك معايا. خلينا نرجع بقى لموضوعنا. كنت بقول لك ان الكورسات او الورش اللي بتنزلها يعني بتساعد اكتر، بتعرفك على ناس، بتدخلك في الدنيا، فليه ما ساعدتش ان انت؟ لا هو انا مش ما ساعدتش، هو كان الموضوع الفتره اللي فاتت بس قله فراغ عندي مش اكتر. علشان انت عارفه المراكز عندي وكده، فانا كنت الموضوع كان عامل لي انا لفخه شويه وبعيدني عن ده، يعني انا ما عنديش وقت فاضي قوي ان انا اقدر اخد فيه كورس او كده. بس ما ده ما يمنعش ان انا محتاجه، يعني مش معنى برضو ان كل حاجه هيضيفها لي اليوتيوب. طبعا احنا معانا مكالمه تليفون ثانيه. يا استاذ عفاف اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتكلم مع كوشه؟ مع حضرتك، هو سامعك. اتفضلي حبيبتي معاكي. عامل ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يوفقك، انت من ادم جميل جدا جدا، خلينا نشهد بصراحه يعني. حبيبتي تسلمي لي حبيبه قلبي يا رب. ماشي. تسلمي لي يا حبيبتي يا رب.
انا بشكرك يا مدام عفاف على اتصالك، متشكره لحضرتك جدا. محمود خليني اسالك سؤال. انت دخلت مجال الموديلنج تمام؟ ليه ما استمرتش فيه؟ لا هو انا مستمر فيه. لا ليه، قصدي كلامي انت يعني ممكن كنت تسيب الصالون ماشي وتركز، انت كده عارف انت اللي داخل في كذا طريق. لاني بصي يا علاء، هو انا بحب الحلاقه، انا حابب الحلاقه، مش الموضوع يعني موضوع التجميل والبشره والاسكرابات والكلام ده، انا حابب ده. مش واخدها شغلانه. حتى انا بقول لك انا لو ما بنزلش خالص المركز عندي، بس بتنزل عشان صحابك على الاقل، عشان صحابي. فهي كده كده انا حابب ده جدا، فمش باصص له بقى حته شغلانه او كده. بس وحته الموديلنج انا موجود فيه، مطلب جماهيري يعني. من ساعه ما نزلنا الاعلان ان انت في ضيافتنا النهارده، بص كميه البنات، حتى اصحابي في الكنترول. كلمني عن حياتك العاطفيه محمود. بالنسبه لايه، مرتبط او مرتبط، متجوز، مصاحب، متخان؟ متخان ازاي؟ يعني كنت في بنت مرتبط بيها وخلاص ما حصلش نصيب وكده وبعدنا عن بعض، فتخنت. فتخنت. طب لا ازاي؟ هو خلي بالك، هو الناس فاهمه الخيانه غلط. هي الخيانه بس مش خيانه شرف او خيانه كده، ممكن تكون خيانه وعود. ان انا اوعد اللي قدامي بحاجه او بشيء فيكون الموضوع هو ما يوفيش بيه، دي بالنسبه لي خيانه. خان ثقتك فيه فبقى بقت خيانه. فده اللي حصل بيني وبين شخص كان قريب مني جدا وكان بالنسبه لي كل حياتي، وتمنيته طبعا ان هو يكون جنبي. وما حصلش نصيبه من بعديها، ان انا ما فكرتش بقى في الموضوع. طب ليه؟ يعني المفروض الواحد بيبص لحياته قدام، حاجه في الماضي ناخد ستيب. حبيت اشوف حياتي اكتر. يعني انا باصص ان الخطوه دي حاليا دلوقتي هتاخرني انا، فخلاص بقى انا دلوقتي عايز تركز في حياتك المهنيه شويه. عايز اركز فيها شويه. بصراحه اقول لك على حاجه، مش شايفه محمود كوشه زوج؟ يعني الولد الشاب الجان اللي بيطلع يفرفشنا بفيديوهاته، انت شايف نفسك بنفس الطريقه عشان كده بتقول مش وقته، ولا انت فعلا حابب تركز على شغلك وحاسس انه مش لا وقته؟ لا هو الموضوع بالنسبه لي انا علشان حته بس اني انا اركز في اللي انا بعمله اكتر، اركز في الفيديوز اكتر، اركز في حته التمثيل اكتر، اركز في شغلي اكتر، اديله اكتر من وقته كده بس. لكن حته الجواز حاسه انها تاخدني في حته تانية دلوقتي او هتشغلني شويه. احنا معانا مكالمه تليفون. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. الو. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. ايه استاذ علاء؟ ايوه مع حضرتك. اولا انا بشكر حضرتك عشان انت يعني خليتينا نشوف صانع البهجه محمود على البرنامج بتاعك. انا بشكرك. اول حاجه حابب اشكرك عليها، وانا من التوفانز بتوعه على التيك توك حبيبي، وكلنا معاه وبندعمه، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ومش هطول عليكم يعني، بس يعني احنا كلنا مبسوطين بصراحه، انا بقالي 3 ايام مستني الحلقه. حبيبي تسلم لي حبيب قلبي يا رب. استاذ محمد عايز اسالك، متوقع يعني على المدى القريب محمود كوش هيحقق ايه؟ انا شايف ان شاء الله ان هو هيبقى حاجه يعني عاليه جدا في التمثيل، واتمنى اشوفه في حاجه في مسلسلات رمضان حبيبي. قريب تسلم ان شاء الله يعني. ان شاء الله، ويا رب دايما من نجاح لنجاح كده، ومنور الفضائيات كلها حبيبي. وشكرا لحضرتك تاني يا استاذ علاء مره ثانيه، عشان يعني خليتينا نشوف البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يخليك، اهلا وسهلا بك. ميرسي جدا لاتصالك، بشكرك جدا استاذ محمد. شكرا. مع السلامه. محمود انت مؤخرا بقت فيديوهاتك شويه بتدي طاقه ايجابيه وبتدي امل للناس وبتدعم الناس، كلمني شويه عن الموضوع ده. حته الثقه، ان لازم يكون الانسان واثق في نفسه علشان يقدر يوصل رسالته للي قدامه. بس بيبقى حوالين الواحد امثال هدامه، يعني ما تعملش، ما تسويش، لا استنى طبعاً شويه، عشان اقول لك على حاجه، انت وحش، انت مش عارفه ايه. هو انا ممكن اكون قابلت حاجات كتير قوي ضدي، وقابلت تريقه، وقابلت اهانه، وقابلت ناس بتغلط فيا في الشارع وانا ماشي. دي حاجه حقيقه، انا دي انا وصلت له. بس الفكره كلها ان انا زي ما وصلت لك كده، هقدر ان انا اوصل لك ان انا مش الانسان ده. فممكن يكون الناس مستغربه دلوقتي، لان انا اول مره اتكلم بشخصيتي عموما في حياتي كلها، اول مره اظهر فعلا بشخصيه محمود كوشه دلوقتي قدامك. فهي الفكره كلها ان الناس باصين لي ايه بقى، لحته ان انت تاني كوي، فلا ده بارد، ده مش عارف الكلام ده كله. بس ليه ما فكرتش يا محمود ان انت انت خلاص حققت يعني انت لسه ما حققتش التارجت اللي انت عايزه، بس نقول حققت جزء منه،
ليه ما فكرتش ان انت بقى تعرف الناس لا يا جماعه الفكره الوحشه اللي انتوا واخدينها عني هي مش كده؟ علشان الموضوع هيقل. التفاعل بقى خلينا نتكلم بقى ماشي. طيب خلينا نتكلم عن مثلك الاعلى في الحياه ومثلك الاعلى اللي انت عايز توصل له في مجال شغلك ان شاء الله. لا مثل الاعلى في الحياه ده حد ومثل الاعلى في التمثيل ده حد تاني. ايوه ما اكيد هما الاثنين شخصيين. انا بقول لك مثلك الاعلى في الحياه. مثل الاعلى في الحياه اخويا ربنا يخليه لك. انا شايفه هو شايف في كل حاجه يعني مش شايفها في شخص تاني في حياتي يا ماما، كاخلاق كطيبه كحب للناس ده كله انا شايفه فيه. بالنسبه للتمثيل طبعا يعني حد مش هنختلف عليه ولا اي حد ينفع يختلف عليه، احمد زكي. احمد زكي الله يرحمه. الله يرحمه. شايف مين خلفته دلوقتي؟ يعني نقدر نقول في الوقت الحاضر مين خليفه احمد زكي؟ محمد رمضان. محمد رمضان. حاسه ان هو يعني حاسس ده احمد زكي بس بعد كده. يعني كمان مثلا 10 سنين قدام لا هيكون محمد رمضان احمد زكي حرفيا. كلمني يا محمود كمان عن تحديات محمود لنفسه. بتتحدى نفسك ان انت لا الفيديو ده مش عاجبني انا اعمل احسن، لا انا النهارده كنت اوف فاظبط من نفسي. دي في كل حاجه والله انا باخد فعلا التحديات دي مع نفسي كتير. يعني انا ساعات بحط إن بص لكل سن ليه طموح. تمام. ممكن اكسن وانا صغير انت نفسك تمسكي موبايل كبير تركبي حاجه كبيره مش عارف ايه فاهمه، فاللي هو ايه انا حاطط العربيه دي قدامي مثلا هجيبها في سن كذا فبتسعى ان انا اجيب ده، حابب مثلا ان الفورس بتوعي يوصلوا لسن كذا مثلا في خلال سنه او كده ان هم يوصلوا مليون، فدي تحدياتي مع نفسي انا. خلينا ندي نصيحه للفانز بتوعك، حاجه كده تنصحها بيهم وتوعزهم بيها او تدعمهم بيها زي ما انت متعود ان احنا مؤخرا بقينا محمود كوشه نشوفه بشكل تاني، فخلينا نقول لهم حاجه كده. ان انت ما تيأس، ما ينفعش يكون عندك نقطه اليأس ديت من اي حد، لان ما حدش هيكون قابل مواجهات ولا قابل تعرضات زيي. ان انا ممكن اكون من في ناس والناس دي قريبه مني كانت بتعمل اكونتات فيك عشان تخش تغلط فيا علشان يغلط فيا وانا ما اعرفش هو مين، فيعني مش هيكون اصعب من كده. فحته ان انت حاسس نفسك ان انت هتوصل او حاسس نفسك ان انت عندك حاجه فلا طلعها للناس. احنا معانا مكالمه تليفونيه من استاذه حنين. الو. الو. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم محمود كوشه؟ ايوه يا فندم حضرتك على الهوا. هو معاكي. معاكي يا حبيبتي. انا بحبك جدا وانا فرحانه جدا اني بكلمك، ويعني انا متابعه كل فيديوهاتك و حبيبتي بحبك جدا والله يعني فرحانه حبيبتي. حبيبتي تسلمي لي يا حبيبتي. بشكرك جدا يا حنين على اتصالك. محمود خليني اسالك على اخر سؤال قبل ما نختم حلقتنا، حاجه حصلت معاك النهارده، الحسد عامل معاك ايه النهارده؟ لا لا بصي هو من الصبح والله. احكي لي احكي لي موقف سريع كده بسرعه. يعني النهارده وانا جايب العربيه الصبح كنت داخل البنزين ما بفول، اتفاجئت ان البنزين كله على الارض. وواحد جنبي بيقول لي ايه ده البنزين مش في العربيه، فمفيش بنزين فيها. وانا ماشي برضو بالعربيه لقيت العربيه ابتدت تعمل اصوات غريبه وبتاع، قلت ما الحسد ما سابش حد. انا بشكرك جدا يا محمود على تواجدك معانا النهارده. هو مع الاسف الوقت الحلو دايما بتاع ضيافه بيخلص بسرعه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده. بشكرك جدا يا محمود على وجودك النهارده في برنامج ضيافه. استنونا ان شاء الله حلقات قادمه من ضيافه.